سيد احمد، موظفه في وزاره الماليه ومتجوزه بقالي 12 سنه، وزوجه المعتقل ماهر احمد عثمان. يعني عندي 3 اولاد، وربنا سبحانه وتعالى يمكن اعطاني هديه. ربنا سبحانه وتعالى بدعي كل يوم ان هو يحافظ لي على الهديه دي ويخليها لي ويجمعني بيه تاني. وربنا سبحانه وتعالى والله يعني ربنا يعلم، يعني حياتي كانت معاه يعني جميله جدا جدا جدا. يمكن الايام ايام الاعتقال انا عايشه في ال5 شهور اللي فاتت دي كلها على ذكريات الجواز وعلى حياتنا مع بعض، وازاي ان ربنا سبحانه وتعالى اعطاني زي ما ربنا في القران قال، يعني ربنا اتنا في الدنيا حسنه، فقال ان حسنه الدنيا بالنسبه للسيده هو الزوج الصالح. ففعلا والله كان نعمه الزوج الصالح، وكنا متفاهمين. اولا احنا نفس الكليه، ونفس الكليه بكالوريوس تجاره، ونفس المكان، يعني كنا خريجين جامعه بنها، يعني يعني جمعت بيننا افكار واحده ومبادئ واحده، وبعدين حتى تربيه واحده واساس واحد. وبعدين يعني انا اخترته زي ما الرسول قال، اذا جاءكم من ترضون ودينه وخلقه فزودوه. ففعلا كان نعمه الزوج الصالح، وربنا سبحانه وتعالى يعني دعا لحياتنا سلسله من التفاهم والعطاء والكفاح والموده والرحمه. فعلا هو من اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. وده دايما حتى اللي بيكتبه لي في جواباته لما بروح له الزياره او انا بكتبه له، ان ربنا سبحانه وتعالى اداني هديه، وبدعي ربنا يحافظ لي على الهديه دي ويبارك لي فيها. يعني هو يعتبر اخصائي معمل حاسب كمبيوتر، يعني فشغال بقى يعتبر بقاله 8 سنين مثلا. فكان اشتغل 5 سنين واعتقل في 2007، راح سجن برج العرب. في الفتره دي طبعا فصلوه من شغله، فلما طلع ما قدمش تاني بقى، كان اشتغل 5 سنين، ولما اعتقل حوالي 3 شهور، لما خرج من المعتقل ما رجعوش المدرسه تاني يعني. فانقطع عن الدراسه 3 شهور، وبعد طبعا ما قامت الثوره، وكانت من مزايا الثوره ان ناس كتير جدا رجعت لاعمالها، وخصوصا المدرسين رجعوا المدارس وكده. فقدمت له ساعتها ان هو يرجع المدرسه تاني، وفعلا اشتغل بقى له 3 سنين من اول الثوره يعني من 2011. فشغل مؤقت الى الان يعني لسه ما ثبتش لحد دلوقتي، ونتمنى ان شاء الله ان هو يثبت. يعني انا بقول له ان شاء الله ربنا هيخرجك من المعتقل وتكون ثبت، يعني ويكون دكتور مرسي رجع كمان. والله ما اقولش لحضرتك تاثيره على البيت ازاي، يعني بصراحه البيت مظلم من غيره. انا دايما اقول له ان البيت يعني الروح اللي فيه اللي كانت موجوده فيه مش موجوده، البيت ما فيهوش روح، ما فيش ابتسامه، ما فيش اي حاجه. بالعكس يعني الاولاد نفسهم حاسين بفراق ابوهم، وحاسين ان هو مش موجود في البيت. يعتقد ان ما فيش ابتسامه في البيت نفسها، الحزن بقى مالي البيت والكآبه. يمكن احنا عايشين بس يعني سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يعني احيانا، او هو يعني اللي مدينا يعني الحياه نفسها، لكن الواحد نفسه من جوه تحس ان هو ميت. يعني ان انت تبعدنا يعني عن يعني مش بقول روح البيت بمعنى اصح، يعني احنا حاسين ان احنا ميتين من غيره. وهو نفس الوضع، يعني هو بيقول لي اكتر حاجه مأثره عليا في اعتقالي ان انا بعدوني عن زوجتي وعن اولادي وعن والدي ووالدتي واهلي عموما. يعني فبقول انا حاسس ان انا هناك ميت، وان كنت عايش وموجود في وسط الناس كويسين، وطبعا يعني ايمانيات عاليه وروحانيات عاليه وكل حاجه. بالعكس والله لو اقول لحضرتك يعني كل مره بنشوف الوجه المنور اللي بيخرج لنا ساعه الزياره، بسم الله ما شاء الله، والله العظيم كلها وجوه منوره جدا جدا جدا. بقول سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى نور وجوههم بصيامهم وصلاتهم وقيامهم وقراءه القران وكده. لكن هو نفسه بيقول انا حاسس ان انا ميت وانا بعيد عنكم، واحنا نفس الاحساس، حاسين ان احنا مش عايشين، ان احنا ميتين من غيره. يعني لو اقول لحضرتك لو الواحد يسيب نفسه للحزن وللالم يعني كان يعتبر قلبه هيتقطع. يعني ساعه ما بنيجي بالليل مثلا واحد ينام يفتكر مثلا وجوده معانا، ويشوف ان هو ازاي كان يعني بيشملنا بعطفه وحنانه ورقته ومعاملته الكويسه لاولاده وكده. فالواحد بيقعد يبكي، بس بيحمد ربنا سبحانه وتعالى ان الاعتقال ده ما كانش في حاجه وحشه، اعتقال في الله وفي سبيل الله، ما خرجش من بيته عشان حاجه مش كويسه. بالعكس والله كل خروجاته كلها في سبيل الله، كنا عارفين انه ممكن يموت او يعتقل او يحصل اي حاجه، كنا بنروح مع بعض رابعه، ورحنا طبعا كل المسيرات واي مكان كنا بنخرج مع بعض، كنت عارفه ان ممكن انا اعتقل زيه او هو. كنا يعني الموت ده بالنسبه لنا ما كانش حاجه بعيده، بالعكس كان قريب جدا. يعني الواحد كان بيبقى ناوي الشهاده وهو خارج، ويعني بيبقى ماشي وهو متوضي، وطبعا يعني بينطق الشهاده قبل ما يمشي عشان لو حصل اي حاجه. فيعني بنحمد ربنا سبحانه وتعالى ان هو موجود، بياخد حسنات واحنا بصبرنا على فراقه بناخد حسنات احنا كمان. بالعكس ان شاء الله نتمنى ان احنا ناخد نفس الاجر ونفس الثواب بتاعه. يعني هو بصراحه يعني بقول لحضرتك كل مواقفه معانا جميله. يعني هو كان ساعه ما بيجي بالليل كان الاولاد بيعملوا حركه حلوه معاه كده، كانوا يروحوا مطفيين النور
ونقعد يعني ندور على بعض في قلب الشقة ويجروا وراه ويضحكوا ويهزروا وباباهم يعني يشيلهم ويقعد يلعب معاهم ويهزر معاهم، يعني حركات حلوة كده. هو نفس البول أنا بفتكرها دلوقتي وافتكر الأيام الجميلة دي فبحن ليها بصراحة، وحنيته مع الأولاد وتصرفاته معاهم ولعبه وتنطيطه معاهم وكده. يعني ما كانش ابوه بالمعنى اللي احنا، يعني انا نفسي مثلا كنت في وانا صغيره ووالدي كنت اخاف منه، لكن لا بالعكس اولاده بيحبوه ما بيخافوش منه خالص، ولو حد عايز اي حاجه بيقول له عليها مش بيقول لي انا. يعني عندنا الايه معكوسه، الام هي يعني اللي صعبه شويه، انا ممكن اضربهم ممكن اقسو عليهم، بالعكس هو يعني حنين جدا عليهم وطيب، وما كانش يعني يزعلهم ولا يكسر لهم اي كلمه اللي هم عايزينه فسح ورحلات واي حاجه. بصراحة من ساعة ما هو مشي وهي الحياة صعبة جدا، يعني يكفي تكلفة الزيارات والمشوار نفسه. يعني أنا هو الاعتقال مثلا مش قريب مننا، ده معتقل في بلد تانية، فمجرد المسافة نفسها، البعد، المصاريف، المواصلات، الزيارة تكلفتها عشان أخد زيارة وأكلفها، أولاده نفسهم مصاريف، هو كان شايل معانا كتير بصراحة. فيعني وجوده فعلا فرق، غيابه فرق معانا كتير. يعني بصراحة أنا يعني نفسي أوجه له رسائل كتير مش رسالة واحدة بس. أولا أقول له أنت وحشتنا جدا جدا جدا، وأقول له إن أنا أتمنى إن أنت يعني تصمد وتصبر، وإحنا كلنا صابرين وكلنا صامدين وكلنا مكملين، ويسقط حكم العسكر، وإن شاء الله يعني كلنا عندنا يقين في ربنا سبحانه وتعالى إن الانقلاب ده إلى زوال، وإن طالت مدته فيعني إن شاء الله. يعني هو كان بالنسبة آخر زيارة ليا كان كاتب لي جواب كان كلامه حلو بصراحة، فكان نفسي أقرأ الكلام اللي فيه، كلام بيتكلم فيه على الوضع اللي احنا فيه أو يعني المحنة اللي هم اتحطوا فيها وكده. فبيتكلم عن المحنة دي بيقول هي المسخرة التي يسخر فيها الناس، ولكنها قاسية وعنيفة، وهي كافية لأن نتخذ قرارات كثيرة مؤجلة ونقطف عنها قيود معلقة علقناها زمنا طويلا في سماء نفوسنا، وكنا ننتظر الزمن المناسب الذي لا يأتي وحده لننزلها على الأرض. فبيتكلم على اللي احنا فيه ده، بيقول يعني المحنه اللي احنا فيها دي زي البوتقه او المحمصه، بيقول المحمصه دي بيقول تدفع حدود الجسم والعقل والنفس الى حدود بعيده لم تتصور حدودها لنا بالاسم، نظل نقرا عنها سنين طويله. سبحان الله المحنه دي يعني كنا بنعرفها في الكتب ونشوف الناس اللي عاشت محنه ايام جمال عبد الناصر وكده، لكن المحنه دي فعلا ما عشناهاش، احنا اول مره نعيشها بالطريقه دي يعني. فبقول ظللنا نقرا عنها سنين طويله كتبا كثيره، لكنها تظل خبرات محضه لا تنتقل الى اجهزه التشغيل في الدنيا الا بالسهر والتسخين والطرق والسحب، الا بمطارق ثقيله تنهال فوق رؤوسنا وافكارنا ومبادئنا الهشه او الراسخه. بقول وقبل كل هذا نجد قدر الله الجميل، نرى يد القدر الحانيه تربت على نفوسنا وتهدهد مخاوفنا وتطمئن قلوبنا وتاسو على جرحنا. اه طبعا مكملين، وبقول حتى لو قعد جوزي في السجن مهما يقعد فاحنا كلنا مكملين، وبقول انا كنت عارفه ان زوجي يوم ما خرج ان هو ممكن يرجع لي شهيد مش معتقل بس يعني، ورغم كده كنت راضيه بكل اللي ربنا سبحانه وتعالى يجيبه، وما زلت راضيه بقضاء ربنا وقدره، وعندي يقين ان النصر قريب والنصر قادم. وانا نفسي يعني كنت دايما اقول انا يعني روحي فداء للشرعيه وفداء لله سبحانه وتعالى وفداء ان يرجع الحق، ولو انا مت وزوجي مات وكل الاسره ماتت كل ده لا يساوي حاجه قصاد ان احنا نرجع الحق وان الظلم يزول وان دولة الباطل تزول. ماهر طبعا يعتبر ترتيبه الثاني قبل منه الاستاذ محمد الاخ الاكبر له. ماهر يعتبر بعد الاستاذ محمد راجل اخلاقه تمام ومتدين ويعرف ربنا كويس. بندعي له كل اللي بنقدر عليه، احنا بندعي له، احنا بنصلي الفجر والعشاء والاوقات في الجامع وبندعي له ربنا يفك سجنه هو واللي زيه واللي معاه وكل المظلومين، ربنا يفك سجنه. احنا شايفين في ظلم، اللي بيقف قدام الظالم ويقول له انت ظالم ولو موته ده عند ربنا كبيره، ده 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 يعني الانسان لما يكون هو مش بيطالب، هو حقه يعني بالنسبه لحقه هو مش محتاج حاجه، ولكن هو بيطالب بحقوق الناس، الناس اللي اتظلموا، الناس اللي ماتوا في رابعة، الناس اللي اتبهدلوا، لازم هو برضو يحس بهم ونطمن عليه. بس الزيارة سيئة بيني وبينك، يعني الناس المعاملة سيئة خالص، تعامل يعني ما شفتوش قبل كده. يعني نروح مثلا طالعين من هنا أصلي الفجر ونمشي ونروح هناك الساعة 8 نأيد الاسم
ويفضلوا قاطعين على ما بتوع الجنائين يزوروا الاول ويقعدوا مع الناس بتوعهم، واحنا ينشفوا ريقنا على ما نخش، ونقعد بقى ننتظر على ما يجيبوهم ويفتشوا في الزياره، وده من المستوي بس اللي يخش وده ما يخشش، ويحط ايده كده هو في الرز وفي الحاجه، ايه ده في ناس هتاكلها يعني. انا عايز اقول بس مش عايز اعمل له مشكله، انا خايف ازعق واقول يا عالم الناس اللي جوه دول احسن منكم، وناس ولاد ناس ومتربيين وبيعاملونا كأن دول مش كأن دول طبقة تانية، يعني هم ولاد ناس والناس دي مش ولاد ناس، وناس لاقينها في الشارع أو من دولة تانية من إسرائيل مثلا، بيعاملوها معاملة في هناك فرق، يعني كأن اللي عندهم ده ملوش أهل ومش بني آدم، والناس اللي جايين زرور أخرين زيه معاملة ما صراحة يعني ما ترضيش ربنا. ولكن في سبيل ان احنا نوصل لحقنا، يقعد 20 سنة في سبيل ان احنا بندور على الحق. هنعيش ازاي يعني؟ انا عايش طليق وحر بره، انا افضل ليه اعيش هناك وما اتذلش لواحد او عسكري يشخط فيا او ضابط يهني بكلمة؟ لا، اقعد في السجن احسن. حل النفسية ده هو احنا بنروح عشان نشد عليه شوية ونطمنه حبة، وده هو اللي بيثبتنا يعني. هم لما بنشوفه احنا بنريحين زعلانين عليه ان هو في السجن، ده هو بيثبتنا لما بيشوفنا الطريق ده صحيح. وهو انا اخترت لهم الطريق ده من بدري وهم لسه صغيرين في الكلية، كنت بلاقيهم بيقعدوا مع ناس وناس حلوين وناس نضاف. طب افضل يمشوا مع الصياع وبتوع البنجو والحشيش في البلد، ولا يمشوا مع ناس تعرف ربنا وبتصلي وتقعد في المسجد؟ تختار لابنك ايه؟ لو انت مكاني هتختار لابنك، لو اي واحد مكاني يختار لابنه يمشي في طريقه. احب اوجه له رساله، اقول له يعني انت هتحكم الشعب بالعافيه؟ الشعب يفضل يموت وما تحكموش بالعافيه. انت بص للثوره للناس اللي في سوريا، بعد ما دمروا جيشهم ودمروا بلادهم ودمروا سلاحهم، بيقعدوا في جنيف، جنيف واحد وجنيف اثنين عشان يصلحهم. طب انت توصلنا للمرحلة دي ليه؟ الناس المتعلمين، انا راجل مش متعلم، لكن الناس المتعلمين ليه بيختاروا الطريق الخايب ده يدمروا البلد؟ يدمروا بلدنا ليه؟ الله، جيشنا يتدمر ليه؟ يخلوا العسكري مين؟ ابني وابن اي حد من الشعب. هو الشعب ده ايه؟ الشعب ده جابوا نصه من اسرائيل ونصه من مصر؟ ما الشعب ده كله مصري. ليه السيسي ما بيقعدش ويتكلم مع الناس ويقعدوا قعده؟ هو العافيه، هو هيكون اعفى من عبد الناصر يومين في 52 لما بهدل بتوع الاخوان وبهدل الدنيا وعمل اللي عمله، والاخر راح فين؟ وانضربنا من اسرائيل، رجع يطلعهم تاني وعشان يدعوا له وعشان يقولوا الله اكبر وهم بيعدوا، وانتصروا في عهد السادات لما عرفوا ربنا وقربوا من ربنا شويه. ليه بتفوت عليه دي؟ ده راجل بتاع جيش وبتاع مخابرات، يعني مفروض ان هو عارف الحاجات دي كلها. مفروض المشكله احنا عندنا في العرب هنا لما تحصل مشكله ما بنروحش المركز، بنحلها مع بعض. لو وصلت للاكل برضه بتتحل بالطريق الودي، مش بالعافيه ومش بالقوه ومش بالحل الامني. ما فيش حاجه هتتحل بالحل الامني. الحل الوحيد الناس تقعد مع بعضها وتتفاهم وتدفع الثمن. اللي غلط غلطه يدفع ثمنها. احنا هنا لما بنقعد اللي غلط يدفع ثمن غلطه ونصالح الناس مع بعضها. محمد ابراهيم يعني احنا هنقول حسبنا الله ونعم الوكيل في محمد ابراهيم واعوان محمد ابراهيم. هو اللواءات والضباط ما هم دول من الشعب وولاد ناس. ليه بتواجه الناس ببعضها؟ ليه تخلي واحد يضرب في واحد؟ انت محمد ابراهيم، ناس بتعمل مظاهره، ما تتظاهر، شوف رايه ايه، شوفه زعلان ليه. لما واحد يزعق في الشارع بنطلع، تعالى بتزعق ليه؟ نشوف مشكلته ايه، ما نطلعش ندور فيه الضرب، لان لو ضربناه له ناس وهيفضل الضرب مش هيتم، هنضربه احنا اعفى،
هيجيب لنا ناس اعفى مننا، وهتفضل الحكايه ماشيه على طول. ولكن احنا اهم حاجه ان احنا نقعد ونتفاهم مع بعض، ولو كانوا عايزين يهربوا من اللي عملوه والناس اللي موتوها مش هيهربوا، بالحل الامني مش هيهربوا، لكن بالقعده واللي غلط يدفع ثمن غلطته تتحل. مكملين مكملين لاخر نفس. انا لما بتحصل المسيره ويطلعوا في المظاهره انا بقعد في اقرب مكان لهم، عشان لو حصل ضرب اروح انا، عشان اموت، اموت شهيد بدافع عن حق الناس الغلابه. في ناس ما تعرفش تدافع عن حقها، عايزه حقها بس ما تعرفش تجيب حقها. احنا بندافع عن الناس دي، وهنفضل لحد ما لاخر نفس، الا لما الناس دي تقعد وتقول احنا غلطانين واللي غلط يدفع ثمنه، ثمن غلطته على الدنيا احسن له، لان في الاخره ما فيش في هناك تفاهم، وما فيش فيها زي احنا هنا براحتنا في الدنيا. يمكن اسامحك وانت غالبني شويه، لكن في الاخره ما فيش سماح. ام ماهر المحتجل راجل كويس وطيب وابن حلال وفيه الصفات الحلوه كلها، والراجل بتاع ربنا بيسيبش فرد، بيبقى قاعد في الدكان ويجري ساعه الفرد، يجري على الفرد على الجامع، وراجل كويس وراجل بيحب الناس وبيحب يعمل الخير على قد ما يقدر، وحنين فيا وفي اخواته، وراجل ما فيش بعد كده حاجه، كويس وابن حلال والله، وربنا يفك سجنه هو واللي زيه يا رب، هم واللي زيه والله احسن معامله. وفي السجن بعت جواب لاخوه يقول له اكشف على امك، اوعى ابوك يزعل امك، كل كلمه حلوه. ما يروح هناك يقول انت تعبانه ليه يا ماما؟ انا مش عايزك تيجي. اما بروح له هناك انا بنشوفهم السلك، حتى الواحد ولا بيعرف يسلم عليه ولا بيعرف، استحيل على الضابط اقول له انا والدته ثاني ليا اتنين هنا، كان لسه دكه ما طلعش، ما يرضاش ابيزق بالحديده كده زي ما يكون ما فيش رحمه ولا في قلب ولا في حد ابدا. بس انا عايشه معاه هو، يعني انا عايشه هو معاه، هم كلهم كويسين بس انا عايشه مع ده ومع مراته، يعني الاخر يعني قاطح فيها قوي قوي، يعني امبارح ساعه ما العمل انا كنت عموت والله من العيط والزعل، ساعه ما انا كنت يعني في امل ان هو ايه يطلع، وان يحسبنا الله ونعم الوكيل. انا دعيت على اللي هو القاضي دي، ربنا يجعل اللي دعيت له يا رب، والله دعيت عليه وربنا اعلم. انا حبي ما فيش بعد، يعني حب ملوش اخر، والله بحبهم كلهم، بس يعني عشان هم وتاجر حباه اكتر، هم كانوا الاثنين كان حاجه صعبه برضه، يعني دي خف العمليه شويه، بس هو صعبان عليا قد ربنا يعني، وبروح له والله على طول يقول لي ما تجيش، انا عندي السكر وعندي الضغط وعيانه. لا عمري ما اقول له مش ده راجل، انا مخلفه 4 رجال وكلهم رجال، عمري ما اقول له واحد ما تمشيش الا هو الطريق ده. وانا لا عافيه، انا كنت طلحت ومشيت في المسائل وما قعدتش، لو انا عافيه لا بقدرش امشي خالص. اقول له يفكها عليك ربنا ويخليك لعيالك وتطلع بالسلامه، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ظلمه، حسبنا الله ونعم الوكيل من كل من السبب، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من السبب، اللي ظلم اولادي وظلم الناس كلها مش اولادي بس، اولاد الناس دي كلها برضه صعبين على الواحد، والناس اللي ماتوا والناس يعني الناس احنا الناس عندها قلب ما عندهمش، بيقتلوا الناس ويعملوا باخر بهدله. حسبنا الله ونعم الوكيل، انا بقولش والله بنام بقوم من النوم اقول حسبنا الله ونعم الوكيل في كل الظلمه. اسمي محمد احمد عثمان، اعمل مدرس رياضيات من 20 سنه من قريه عرب جهينه شبيل القناطره اليوبيه. الاستاذ ماهر احمد عثمان اخويا، انا شقيقه الاكبر، هو ترتيبه رقم 3 في اخوانه، في 3 قبله في 3 بعديه. ماهر اب وزوج، عنده 4 ابناء، طبعا ربنا يحفظهم ويفك اسره ان شاء الله ويطلع لهم. هو الاستاذ ماهر ربنا يفك اسره من الشخصيات الحنونه جدا والعطوفه والرحيمه، الشخصيات اللي انت لما تتعامل معاها
تحس انك انت بتتعامل مع واحد دايما بيحط حديث النبي صلى الله عليه وسلم وآيات القرآن كمنهج حيالي، فهو يحنو على الصغير ويعطف عليه ويحترم الكبير، كل جيرانه وكل معارفه يشهدوا ليه أن عمره ما تلفظ بلفظ سيء بل يحسن إلى الجميع. شبكة العلاقات بتاعته يعني هقول بقى شبكة كبيرة جدا من الأشخاص اللي بيحبوه ويحترموه ويقدروه. بقول لك طبعا نظرا لحسن خلقه ونظرا لأدبه ونظرا لتدينه وحرصه دايما على أنه يتعامل بالرحمة وبالعطف وبالمودة مع الجميع، سواء كان مع زوجته هنا في البيت، مع والدته، مع أصدقائه، مع زمايله في العمل، مع أبنائه، مع أبناء الحي، مع الرفقاء في المسجد. هو يعني شخصية محبوبة من الجميع ويشهد له الجميع بفضل ربنا سبحانه وتعالى بحسن الخلق والأدب والتدين. ودايما هو يعني عايز أقول لك من صفاته الشخصية أنه يعني إنسان قرآني، ويعني المصحف لا يفارقه أبدا، دايما حريص على أنه يقرأ القرآن ويختم القرآن باستمرار. هو ماهر حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة بنها، اشتغل بعد التخرج فترة في مجال المحاسبة يعني ومجال عمله، حصل على بعض الدورات في الكمبيوتر والمجال ده، فبناء عليها اشتغل في التربية والتعليم كأخصائي الحاسب الآلي في مدرسة عرب جهينة. هو طبعا ظروف الاعتقال يعني أنا جمعني بماهر الرفقة في الاعتقال ده. احنا خرجنا يوم 30/8 من أجل مناصرة الحق والعدل، من أجل مستقبل بنحلم به لأولادنا والأولاد بلدنا والوطننا كله، أنه يكون يعني من البلاد العظيمة المتقدمة، البلاد اللي بيسود فيها أو بتعلو فيها كرامة الفرد والمواطن. خرجنا يوم 30/8 نقصد بنها عاصمة المحافظة في أحد المساجد، دخلنا نصلي الجمعة على أساس أن في مسيرة سلمية هتخرج لمناصرة الشرعية. دخلنا المسجد، في المسجد ده اسمه مسجد النور في منشية النور في بنها، دخلنا نصلي الجمعة، فوجئنا بعد دقائق، طبعا دخلنا المسجد بدأنا نمسك المصحف ونقرأ سورة الكهف، فوجئنا بأن مجموعة من البلطجية بيحملوا السلاح الأبيض والسنج والمطاج وسيوف وعصي وشوم، وسمعنا صوت طلقات خرطوش، وقفلوا باب المسجد من بره وبدأ يتعالى الصياح بتاعهم والتهديد وألفاظ الواحد يعني لم يسمع مثلها في حياته أبدا، من سب دين والمناداة بينادونا أن احنا الكفار يعني، وأن احنا هنعمل، وشتيمة بالأب والأم، ما تتخيلوا ولا تتخيلوا من ألفاظ وسباب. حاولنا أن احنا عايزين نخرج من المسجد طبعا، ولقينا أعداد كبيرة منهم واقفة بره، وفوجئنا أن اللي بيخش من خارج المسجد كمان جوه المسجد بنلاقيه متقطع بالسنج وعمال دماءه تسيل. فضلوا محصلين المسجد لحد ما وصلت قوات الأمن، وفوجئنا أن قوات الأمن بتعتقل الناس اللي معهاش حتى ورقة ولا معاها طوبة ولا معاها أي شيء، وسايبة الناس اللي معاها سلاح آلي ومعاها خرطوش ومعاها سنج ومعاها مطاوي ومعاها سيوف ومعاها شوم، وبتتلفظ يعني بأقذر الألفاظ وبتسب وتشتم الناس اللي هي بتصلي أو موجودة بين ربنا. طبعا منعنا من صلاة الجمعة في اليوم ده، منعت حتى المسجد ده لم تقم فيه صلاة الجمعة في هذا اليوم، منعنا من صلاة الجمعة رغم نداءات الإمام المسجد للناس ان دي ناس مسلمة ومفيش حاجة يا جماعة معاهم والناس، فلكن منعنا من صلاة الجمعة، ودخلت قوات الشرطة ومعاها البلطجية جوه كتفونا جوه الجامع وضربونا واعتدوا علينا، حتى ان بعض الأشخاص يعني انا فوجئت ان منهم البلطجية وبيكتفنا ايده مرسوم عليها الصليب، دخل المسجد ده ازاي ومع مين؟ المهم يعني اتكتفنا وتربطنا واتضربنا في المسجد ده وطلعنا منه، ركبونا في العربيات بتاعت الداخلية عربيات الترحيلات واعتادوا علينا. واحنا طبعا لو حضرتك تشوف منظر البرة رهيب من الناس اللي موجودة البلطجية اللي برة، حتى كان في منهم اللي بينام تحت العربية عشان يلطشك بالسنجة بتاعته أو بالسيف اللي في ايده في رجليك من تحت عشانه مش طايلك أو كده. ركبنا العربية، أنا من ضمن الناس وأنا طالع العربية ما فوجئت بالمخبر او الصول الموجود جوه، راح ماسكني وخبطني دماغ يعني ايه كانها طلقه رصاص، ودخل اعتقد واحد ملتحي داخل طبعا اللي بيركبوه، اعتدى عليه باقذر الالفاظ اللي تتخيلها. ركبنا العربيات ودونا على معسكر قوات الامن،
وكان طبعا ماهر انا ركبت في العربيه رقم 2 وهو جه في العربيه الاخيره، واتقابلنا في معسكر قوات الامن المركزي. طبعا جردونا من كل حاجه اللي هي الموبايلات بتاعتنا، فلوسنا، كل المحتويات اللي معانا خدوها وما حصلناش عليها بعد كده على فكره، لان ايه؟ لان هم استولوا عليها. رحنا هناك المعسكر الامن المركزي، طبعا حشرونا في زنازين، اعداد كبيره في زنازين قليله، احنا كان عددنا فوق ال 200 واحد اللي طلعوهم من المسجد، خرجوا منهم حوالي 75 وفضل 125 واحد، فضلنا موجودين في معسكر الامن المركزي. اول يوم، ثاني يوم جيت اتعرضنا على ضباط امن دوله موجودين. انا عايز طبعا اقول لك على اول ليله ديت وانت نايم على البلاط والجو سيء جدا جدا جدا، مفيش اكل مفيش شرب، طبعا انت ما انتش عارف ايه الاجواء الموجوده او ايه اللي هيحصل او ايه اللي ممكن يتم. المهم مرت اول ليله وتاني ليله، قلت حضرتك انت عرضنا على ضباط امن الدوله، بدا طبعا معامله سيئه وبيكلمك، يعني انت لازم تقول اللي هو عايز اللي عايزك تقول، ان انت اخوان وان انت كنت خارج في مظاهره وان انت كنت بتعمل كذا، انت بتقولني كلام انا ما قلتوش، او انا يعني حاجات ربما انا ما جاتش على لساني، انت بتسالني انا بقول لك المعلومات اللي عندي. فوجئنا تاني يوم بان النيابه جت واتعرضنا على النيابه وخدنا 15 يوم، طبعا ما عرفناش الكلام ده منهم. الفتره دي كلها انت بتنام على الارض، وعددنا المكان مزدحم جدا على دوره مياه واحده، الحنفيات بتاعتها بايظه، يعني المهم ايه، الوضع سيء جدا. فوجئنا تاني يوم ان احنا مترحلين على سجن شبين الكوم بالمنوفيه. دخلنا سجن شبين الكوم، وطبعا بتعمل حاجه اسمها حفله استقبال، يعني حاجه والعياذ بالله وكاننا لسنا مصريين ولا في بلدنا. دخلنا لقينا تشريفه من الضباط والمخبرين والعساكر، ونزلوا ضرب فينا، وطبعا المناداه بالفاظ يعني الواحد يستحي او يعني فعلا ما يقدرش يقولها تاني او يكررها، لفظ سب الدين ده، لفظ كل اللي تتخيله. طبعا خدوا بقيه المتعلقات معانا ان كانت فلوس او غيره، وبعد كده خدوا الملابس اللي معانا وادونا ملابس بيضاء، حتى اصروا على انهم يحلقوا للناس الملتحيه دقنها. فبقول له يعني انا مش عايز احلق دقني، قال لي لازم اخلصك من الوساخه اللي في وشك ديت، يعني بقى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقت وساخه. ادولت الضباط الموجودين، وطبعا كانت ليله يعني الواحد ما شافش زيها بعد حفله الاهانه الرهيبه اللي شفناها. طلعونا على زنازين ما فيهاش اي يعني على البلاط موجوده، وسابونا طبعا الكهرباء طافيه، ما فيش كهرباء في المكان، او حتى يعني هو للاسف الواحد اكتشف بعد كده ان ما فيش مفاتيح للكهرباء موجوده في الزنازين. يعني بدانا نتلمس المكان. السجن شبين الكوم كان فيه نوعين من الزنازين، يعني في مبنى الف في مبنى باء. مبنى الف ده طبعا مبنى غير ادمي، لان الزنزانه بالظبط حوالي 2 متر في 180، وبتحط فيها 6 7 افراد وما فيهاش دوره ميه. تتخيل حضرتك لما تخش تقعد في مكان وتحب تقضي حاجتك قدامك قدين عشان تخرج على المره اللي خرجت لها لقضاء الحاجه 24 ساعه، كل 24 ساعه بيخرجك حوالي ربع ساعه او ثلث ساعه، والاخطر منها ان بيديك اجازه خميس وجمعه، يعني يوم الجمعه مالكش حق تخرج لدوره الميه. طب مالها هتقضي حاجتك فين؟ تقضي حاجتك طبعا زي ما بقول لك كيس، دي الالفاظ اللي هناك، انك تجيب كيس وتعمل فيه تقضي الحاجه بتاعتك، حاجه غير ادميه طبعا وحاجه سيئه. يعني اوجه رساله للسيسي ومحمد ابراهيم، اقول لهم يعني ربنا ينتقم منكم على الظلم اللي ظلمتموه للمصريين، وعلى الدماء اللي سالت، وعلى الحلم اللي كان جوانا ببلد ومستقبل احسن انتوا قتلتوه، والدماء اللي سالت ديت والمساجد اللي اتقفلت والناس اللي اتحبست ظلم، ده عند ربنا سبحانه وتعالى يعني مش هيروح. وذكرهم بقول ربنا سبحانه وتعالى، وطبعا هم يعني ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هوى. والله ان شاء الله احنا صابرين وصامدين ومكملين لحد ما تعود الشرعية مرة أخرى إن شاء الله، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعجب الفرج والنصر إن شاء الله.